انت صبري دونك، انت اليوم جيت من ولايه قبلي باش تشارك في الوقفه الاحتجاجيه واللي اعتصام ينفذوه اصحاب المخابز، شنو اهم مطالبكم الساعه؟ اول حاجه ان هم يعطونا حقوقنا مستحقاتنا تاع 14 شهر. ثاني حاجه انهم يوفروا لنا الكوتان تاع الفرينه، ان هي معناتها ما عادش متوفر الفرينه في المطاحن. وثالث حاجه الاداءات، زادونا مشق معناتها اداءات كثره بدات. كنت تحكي سي اللي صبري اللي تعرضت لبرشا يعني صعوبات، قاعدين حتى الخدامه ولد عند في معاكم عندكم معاهم صعوبات نتيجه يعني اللي نقص الموارد الماليه وغيره. اكيد هذه نعانوا منها تو قرابه 3 سنين ولا 4 سنين، معناتها ان ما عادش قادرين نخلصوا ستاك، ما عادش قادرين نخلصوا الضمان الاجتماعي، ما عادش قادرين نخلصوا وزاره الماليه اللي هي تمثل في القباضة، وزيادة معناتها الخدامة طالبين حقوقهم أكيد باش نتيحوا في صعوبات مالية. وديجا سكر 41 مخبز معناتها في الجمهورية، وقاعدين كل مرة تسمع في ولاية تسكر المخبز والخبز ماهوش متوفر قاعد تو حاليا، معناتها لدرجة أن ولاية على ولاية ما عادش تلقى الخبز. بصراحة الوضع متأزم بصفة غريبة صراحة. وأن معناتها نطالب أني يعني جاي من ولاية قبلي 500 كيلومتر ماهيش معناتها مسافة شوي، جاي باش هنا باش نطالب حقوق الكواشة الكل على بكرة أبيها من بن قردان لبن زرت، معناتها أنهم يسووا لنا وضعياتنا، خلي الحركه الاقتصاديه نتاع الخبز تبقى تدوب. سي صبري، هل انتم باش تجتمعوا مع سي محمد بوعنان توا؟ علاش يعني شنو عندنا عده مسائل وعده مشاكل باش نطرحوها عليه، ويحبذ انه يوصلها للسيده وزيره الماليه وسيده وزيره الحكومه، وعلاش لا حتى السيد رئيس الجمهوريه، مع ان الوضع قاعد يتازم. شوفي تو الخبز مادة حساسة للمواطن، إذا جي المواطن ما يلقاش الخبز في مخبز ولا في عطار باش يهزها لصغارة باش ما تبدا مشكلة، مربوط حلقة مربوطة ببعضها، هي مربوطة بين الدولة والمطحنة والكواش والمواطن. واضح بصراحة. وحنيا كان بالطريقة هذه ها باش نقول لك كلمة نقولوا فيها في قبلي هذه، رانا باش نبقر بصراحة. هذيك البقرة عاد يبدا طيب التاي ذاك باش تبدا يبقبق 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 لين ما عايش لينشف، يعني باش ننشف. شكرا سيدي.